20 درهم ديك الساعه. لا شادين داك ال 20 درهم وال 100 درهم كاتبين وريقه صغيره فيها 600 وديري لها الفنيته ملصقينها فيها. ايوا احسن لك يا اللي جريت عرفتي شنو حل هذيك القصبه. قسم على زوج حط الفلوس نعيمه 20 درهم اللي انت ولد خصها 20 درهم. والله اختي تقاليدنا زوينه والله واخا هكا. فلانه عطات 50 درهم وفلانه عطات 100 درهم. 100 درهم ولدها يبرح ومولات 200 درهم لا والعروسه مسكينه باقا كاع ما حطت رجليها في دار الراجل وعقلي ما ترديها لالا العروسه. بنات اليوم كوات 150 درهم متر و60 متر و40 العباره اليوم. اليوم ما كاينش 200 درهم ما كاينش 250 اليوم 150 درهم ودوبل فاس في هذا الفاس وفي الفاس الاخر 150 درهم. البنات الجديد في المنطات الجديد شي حاجه طوب شي حاجه طوب طوب طوب. البنات شوفوا معايا الموديل كيفاش داير واعر واعر واعر. دابا انتي هذه غنحلها لهم باش يشوفوها وندوز لهم الوانها بالزربه. راه بغينا شويه نديروا لكم البنات فين ما كتكون شي هويته راه كندوزوها لكم. ف انتي هذه دومي فنه هذه ب 60 درهم هذه نصكم هذه زوينه ب 60 درهم شفتوا هذه راه كانت 80 درهم دابا ب 60 درهم بالسروال ديالها. 100 درهم فاش كانت اييه 100 درهم دابا ب 60 درهم والسروال راه مخبوط من تحت. البنات راني كنت دايره لكم ما قبلت بحيده الفم ماشي كورونا الصراحه دابا وليت خايفه من الكورونا اللي درتها دارت سنينات وبالصحه الراحه بالصحه اللي دارت سنينات دارت بقى اييه. اما كنتي كديري الكمام على قبل سنان اللي درتي حيده كل شيء. ايوا لاله بالصحه والراحه تخلعهم دابا ولا هي لا حاجه. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. موعدنا ثلاث وليكول دارك مع زينة مود البنات الجديد واليوم السولد. يعني كيف ما تنعرفوا دابا ما شاء الله دخل شهر 8 وشهر 8 معروف بالسولد وغادي نبداو لكم ان شاء الله اليوم مع السولد في ليكول دارك. البنات المحل تيتواجد في بلفيدر نعطيكم العنوان قبل ما نبدا باش ما ننساش. المحل كيتواجد في بلفيدر أنفاس مع مقاطعة ولا جماعة الصخور السوداء هي راه مكتوبة فيها مقاطعة. شتو البنات بالنسبة للناس اللي غادي تجي في الترام مثلا غادي تهبط في محطة ساحة الياسير راه غير القدام شوية كنهبطو كندخلو أنفاس مقاطعة أنفاس معايا. والمحل هو هذا بالنسبة للناس اللي تتعرف بالفيديو تسول على المقاطعة القديمة راه هي هاد الباطيمة الصفراء أنفاس معنا. المحل تيحلو طيلة الأسبوع ما تيسدو حتى شي نهار من العشرة حتى لتسعود. لا ليفغيزون في كازا في خارج كازا. واليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم السولد. اليوم البنات كاينه البيجامه حتى هي غادي نوريكم بقى واحد الكميه ان شاء الله غادي تسولدا. بيجامه ديال 80 درهم ناقص 20 درهم اليوم غتبقى لنا ب 60 درهم. ودائما الجديد في ليزار الجديد في المنطال الجديد في الكوات الجديد في كل شيء والسولد. ونبداو على بركه الله كيف العاده نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اهلا علي افضل الصلاه والسلام. اهلا اختي ناديه اهلا وسهلا كي دايره لاباس عليك كي دايره مع الصحه لا تبارك الله عليك وعلى الشعبيه ديالك مع المتابعات والدعوات لاله هادشي ديما قال لك انا لاله الدعوات الله يجازيك بخير. البنات حضيو راسكم راه الجو ماشي هو هذاك ديروكم ما ديالكم وحاولوا تباعد وإلا كان شي جم حاولوا تقولوا الله يجعل كل شيء بباركم سعود ودوروا الروايد ولا البركه في راسكم ودوروا الروايد. ما كتبشرش بالخير والله القسم نطلبوا من الله يرفع لنا الوباء. شحال من الناس كنعرفوهم الله يواليهم برحمه الله ويرحمهم ويوسع عليهم يا ربي امين فعلا بسبب التهور والانسان الله يهدينا على نفسنا. هذاك الشيء اللي كاين المرض راه كاين الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو التعقيم بنادم اهل يعقم ويدير الكمامه ديالو ويمشي يتوكل على الله وما هذاك الشيء اللي ورا ما غيقتل ما كيقتل غير العمر غير العمر ولكن الوقايه افضل من العلاج. والناس اللي باقيين ما تلقحوش حتى هما يمشيو ياخذوا اللقاح ديالهم. مازال اللي كيكون ملقح راه كيجي داك الشيء خفيف حيت دابا مع العيد وكانوا الناس اجتمعوا وهذا فلهذا نطلبوا من الله السلامه. واخا العيد واخا العواشر والله ما اجتمعنا بالله ونطلبوا الله الله يحفظك. داروك هضرنا في كل واحد دار زعما ما كاينش داك التهور ما بقاش لا في الصالح ديال حتى شي واحد. هذاك الشيء الاحتياط واجب واللي مريض الله يشافي يا ربي امين واللي عنده شي ضيقه الله يفكها عليه يا ربي. وهذا النهار وكل شيء اللي سمعتي دعوه يقول غا امين امين يا ربي العالمين الله يسهل على الجميع. واللي كتوجع مسكينه الله يجعل ربي يفرحها باش بغات ويفكو حيلها على خير. واللي مريض بهذا المرض
الله يشافيه، واللي ماتوا الله يجعل مثواهم الجنه يا رب. الله راه مشاو شهداء ان شاء الله يا رب، الله يجعل مثواهم الجنه ونتوكلوا على الله. اللهم نتوكلوا على الله، كل شيء على الله. الحلقه اليوم زوينه البنات، ديروا جيمو بارطاج، وكنشكركم بزاف لا على تعاليقكم وعلى كل شيء ديالكم، الله يكثر خيركم. حنا راه داخلين بيوتكم، كيجيو يدخلوا المتابعات كيقول لي ملي كندخلوا نشوفوك بحال كنعرفوك، بحال صاحبتنا، بحال جارتنا كنعرفوك، يعني قدي كن شوفيه. دابا حنا داخلين لبيوتكم وكنجلسوا كتشعلوا لا تيلي وكتشوفونا كاملين، نتوما ولادكم ورجالكم ومواتكم وكل شيء، راهم كلنا عائله وحده. نتمنوا من الله ربي ما يحشمناش معاهم، هذاك الشيء يكونوا خفاف على قلوبهم، يكونوا خفاف على قلوبهم ويشوفونا بواحد الحب ويشكرونا والله يجازيهم بخير. هذاك الشيء اللي كاين، بسم الله توكلنا على الله. يلا نداو اختي ناديه بلي زور، نداو بالبيجامه، نداو ب 50 درهم. يلا سير على البيجامه، غادي نخليوها عندنا شي بيجامه حنا كنجمعوها، غادي نديروها لكم سولده البنات باش نكرموكم ان شاء الله. الله يكرمك، ها هي غادي نساليهم ان شاء الله الاخر، وتابعونا حتى الاخر غادي ندوزوها لكم. وما تنساوش جيمو بارطاج البنات، جيمو بارطاج باش تعم الفائده، لايك لايك على كل شيء. هاتي شوفي مدام فاتي باغا دير الوقايه، هي خلاص ديما كدير الكمامه. راني كنت دايره لك ماما قبل، كنت حيده الفم. ماشي كورونا الصراحه، دابا وليت خايفه من الكورونا اللي درتها، دارت سنينات. وبالصحه الراحه بالصحه، اللي دارت سنينات دارت. اما كنتي كديري الكمام على قبل السنان اللي درتي، حيده كل شيء. ايوا لا لا بالصحه والراحه، تخلعهم دابا ولا لا لا حاجه حاجه بالصحه والراحه. يلا ندوا البنات باول زور ديال 50 درهم والجديد فيهم، يعني الجديد لوينات كل اسبوع كاين الجديد. ايه التوب ديالهم هادو اللي كنقولوا المشمع يتصبر كيرطاب، كاين عليكم شي تشويعه يزيد يرطاب على. كاين هذا اللون هذا حتى هو 50 درهم، هادو الغطا هذا يزار بلا مخاد، هذا بلا مخاد 50 درهم. كاين هذا اللون هذا حتى هو الجديد، ديروا سكرين باش ملي تجيو للمحل، كيف نيت واحد المتابعه دابا كتقلب كتقول لهم واحد الموديل شفتوها كيفاش دايرها كيفاش داير، حيت كل نهار الجديد كل اسبوع الجديد، ما عرفناش اش من موديل بغات. من الاحسن ديروا سكرين وجيبوا معكم التليفون ديالكم. لا راه من القليل دابا في الانتظار، دوك الزروق اللي دوزنا لهم الاولين بقى فيهم شي جوج ولا ثلاثه. اييه دابا الجديد هادو ديروا سكرين، اييه ديروا سكرين باش دائما تسهلوا عليكم وعليهم. 50 درهم ستوك البنات، راه ماشي كنخبيو منكم، ها انتو الدور ليكم تتشوف، ها هو ستوك دابا مثلا، ها ستوك الاخر شتو. نشوفوا هاد الموديل حتى هو، هاد اللون حتى هو. دابا غندوزو حنا غادي معاهم مراحل، دوزنا الاول 50 درهم، هذا 60 درهم، شتي هذا زايد في الطول وفي العرض وفي التوب، الكاليتي ديال التوب. هذا في العرض هذا 60 درهم، هذا 60 درهم، هذا الطول والعرض. اييه وحتى التوب، ها انت قلب. اييه هذا عاوتاني التوب في شكل، وفيهم هادو فيهم العرض ديالهم عرض من الاخرين، كبار من الاخرين زعما. هادو 60 درهم، هادو كاينين خوتهم 5 بياس. شوفوا اوكي، كاين هاد الشكل هذا حتى هو، هادو ديال 60، هادو ديال 60، هادو ديال 60. هاد الموديل هذا اول مره تيدخل، هادو ديال 60 درهم. اييه كاين هاد اللون هذا حتى هو، هادو لي زور البنات 60 درهم. كاين هاد الشكل هذا حتى هو، شتو هادو حيت كبارين على الاخرين ب 60 درهم، واللي بغات 50 درهم. والتوب كيتبدل. اييه شوفوا معايا هاد الازرق حتى هو 60 درهم. كاين هاد الشكل هذا حتى هو 60 درهم. كاين هذا الشكل هذا، اشكال وانواع، اشكال وانواع دائما الجديد. كاين هذا الشكل هذا حتى هو دائما التوب 60 درهم. ودابا غنقولوا 70 درهم للخيط، هادو 70 درهم كيجيو، هذاك كيحماقوا عليه المتابعين. هذا التوب ديالو دابا لمسيناه كيجيك هكا حرش، ولكن هو راه لولا، شتو راه لولا، هذا خصو حتى هو يفزق. هذا اي انا نقرب لهم باش يبان لهم اكثر، هذا لولا شتو، هادو ب 70 درهم. هادو
هذا ب 70 درهم. شوفوا اللون الاخر، هذا اللون كاين، هذا الغوز هذا حتى هو نفس الثوب، الا مسينا تلقاوه شويه مشمع، ولكن راه لولا خيط. شفتوا هذا لولا 70 درهم. هذا اللون هذا كاين هذا الشكل هذا عجيب. هذا تهزي تقولي ايزار، فهمتيني؟ هذا ايزار، هذا ايزار، هذا كيبان ايزار. هذا تا هو نفس الثوب، تا هو خيط. هذا تا هو لون الخزال، هذا الشكل هذا والثوب. شوفوا معايا قرب ليهم باش يبان لهم، شفتوا كيفاش الثوب داير؟ شوف بحال داك الثوب اللي كانوا طرزوا فيه طرز الحساب. اييه لولا لولا يبانوا فيه الغزات. كاين هذا اللون هذا، ديروا سكرين اللي بغات شي حاجه. البنات ديروا سكرين، ديروا سكرين. لا ما كاينش الليفغيزون البنات في كازا وفي خارج كازا. الناس اللي ما كتديبلاصاش دابا مع الوباء وهذا، راه غير ديري سكرين. واخا دوزنا 50، دوزنا 60، دوزنا 70، دابا غنمشيو للمخيدات. درهم بالمخاد المشنفه البنات. هذا يزار، اييه اللي كيعجبهم ها هو. علاش عجبهم؟ حيت ملي تياخذوا الحاجه وتتعجبهم تيرجعوا، ولا كيبقاو يسولوا عليها حيت كتكون. دابا انايا هذه كنحاولوا كل مره اللي الجديد فيه كندوز، اللي تيدخلوا تيدوزوا. شتي هذا هادو 80 درهم بالمخدات ديالهم. كاين هذا اللون هذا المخده، ومخده كما القاعده ديما كنشرحوا لهم ونعاودوا نشرحوا لهم. شتي كيكون عند هذاك داك الغشا كيتدخل المخده كت... وفيه هاد هكا في الجناب. كاين هاد اللون هذا، ايه الجمال ده، واعر هذا غزال ما شاء الله. دابا كتشوفي دابا، دابا هكا احسن ليك هكا، واحد المتابع جات تقضى وقالت دابا تتشوف باش تعزل على خاطرها. انتم البنات شوفوا معايا هاد اللون، حتى هو رائع بالمخدات ديالو. وهذا بلاتي زينب، بلاتي هذا بحال هكا شفتوا. اييه و 80 درهم. شوفوا معايا هذا اللون، حتى هو عجيب هذا، هذا كيموتوا عليه. 80 درهم اللون والشكل. كاين هذا حتى هو، هذا كنا شفناه في اللوان. هذا متابعه صاحبتي جات نهار السبت وقالت لي بغيت اللي فيه لاسيغون. اجتيها لاسيغون وفي الغوز، ها هو في هذا اللون. والله الا قالت لي راه دوزته وجيت على قبله، ها هو جبته لك جيلي وجبناه مدوبل. كاين هذا يا قالك هذا بلا ما طوي خداتو، باقي فيه، باقي كاين هذا اللون. يلاه البنات كاين، حيت لا ما كانش نقول لكم راه واحد راه تباع. هانتوما البنات موديل اخر، حيت هذا الشيء مباشر راه كيبان حسين من الكاميرا. شوفي كيفاش الشهاده ياك ديال الكليان، ماشي اللي كنصيفطوا لهم، اللي كنصيفطوا لهم حتى كتوصلهم السلعه كتحلها كتصيف ديك الساعه في الواتساب. لو كون كان مسموح نسمعوكم الناس شنو كتقول. انا ما يصحبوناش هكا غزاله السلعه فن، والله ما يصحبنا هكايا. صحتهم وراحتهم. اليوم راه الجمالي راه التصوير راه ما عمره ما كيعطي حقه، راه كيشوفوا غير مني انا. الناس اللي كيجيو للمكازا كيقولوا لي لا ما يمكنش، واش الصوت هو هذاك والصوره هي هذيك، ولكن لا حنا ما ماشي بحال مباشره ديما الصوره كتبقى ماشي ما كتعطيش بحال الحاجه حقها. شوفوا معايا اللون، شتو هذا تا هما ديال 80 درهم، 80 درهم. دابا غنمشيو للكويت. هذيك اي وحده كانت موصيه ياك، قلنا هكا باش يبان لينا مزيان هذا الشيء. وحده هذه اي وحده كانت موصيه راه غادي يتصل بهم حيت هما رجعوا عاوتاني. هذه الكويت ديال 150 درهم، هي بحال شكل تيك الصوره شتو، مطلسي الخفيف ودوفاس، فيها فاس هكا وفاس هكا وجوج مخدات ديالهم. هادو الفرق بينها وبين التكستور، التكستور كتكون حتى المخده حتى هي مطلاتي، هادي مخده غير عاديه هكا. هادو ب 150 درهم اليوم، هادو ب 150 درهم. اييه شفتوا معايا السلعه راه كتقطع دابا، راه ما عارفين سيختو دابا مع هاد الشيء ديال هاد الكوفيد طلع شويه، راه القضيه مزيره اكثر. دابا هذيك اللي دوزت أيه. المخد ديالها فيهم اللون الاخر، اي هذا العكس، العكس
هذه العكس. نشدو مزيان اختي ناديه. دابا اللي غتفرشها على هذاك الفصل اللي فيه الوريدات اش كدير؟ كتخلي هذا كديرها بحال هكا وتحط المخيدات. باش كيجي من دوبل فاس. لان فيها دوبل فاس. هذا البنات ب 150 درهم. كوات 150 درهم فقط. فقط هذيك وجهها كيكفاها. اييه ما كتعرفش تنافق. وجهها كيكفاها. قلت لكم اختي ديك الوجه. هذا وجهها كلها كفاك. لا هذيك وجهها كيكفاها ما عندهاش. 150 درهم. العبار ديالهم نقولوا متر و40 متر و40 متر و60 متر و40 متر و60. وي اللون الاخر هذا حتى هو. البنات هادو العبار ديال متر و 40 متر و 60 150 درهم. نعطيكم هذه فتايات دوبل فاس. يعني كاين كل موديل كاين اللي فيها فاس واحد يعني الفاس اللي هنا اللي هنا ياك. هادو كلهم فيهم دوبل فاس. نشوفوا الموديل الاخر. كاين هذا على شكل كارو هكا باللوينات حتى هو بالمخدات ديالو. شوفوا معايا الكوات كيفاش داير خفيف ظريف. شتو 150 ثمن جد مناسب. كلشي فرش كلشي فرش. وزيدي معاه ليزار وزيدي معاه الريدو ديال بيت النعاس ودخليهم الماكينه وخرجيهم ناشفين. ها انتم شفتوا خرجها ناشفه. اي شوفوا معايا الفاس الاخر كيفاش داير. هذا الممرض هذا رائع حتى هو. شتو فيه دوبل فاس. وكاين عاوتاني هذا اللون. هذا اللون رائع. هذا الفيغ بترولي مع الاورانج. اييه شتو وفاس كارو. ها هو سالينا من 150 ياك. مترو مترو 40 مترو 60 شنو دابا هذا. عاوتاني ان شاء الله ندوزو الكويت الكبير. العبار الكبير ديال مترو 90 متر كبير. هذا البنات حيت ما بقاش عندنا فيه بزاف درنا ليه 200 درهم. والعبار ديالو هذا ديال مترين. هذا عبارو كبير. هذا 52 72 سير فاطمه. دونك هذا البنات العبار الكبير ديال حتى لجوج متر. المطله اللي عندنا فيها جوج متر اليوم الكوات ديالها ماشي ب 300 درهم اليوم 200 درهم. 200 درهم كاين هذا الشكل هذا فيه دوبل فاس. لا هاد الوينات البنات اللي بقاو راه هما اللي كاينين. هاد الشيء اللي محطوط دابا هو اللي بقى. لا عندي ولكن نفس الوان. نفس الوان اللي بقاو يعني فيه كميه نقدروا ولكن نفس الوان. يلا البنات اليوم الكوات ديال 300 درهم 200 درهم. العبار جوج متر المطه ديال جوج متر. العبار ديالها متوفر من متر و 60 حتى لجوج متر. يلاه بقات فيه واحد الكميه صولدا 200 درهم. كلشي فرش. كاين هذا الشكل هذا حتى هو. هادو كلهم فيهم فاس واحد يعني الفاس اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. اييه ها نتوما شفتوا. والعبار والمخده هذه ماشي بحال اللي شفنا في الاول. هذه بالسلسله وكبيره وهنايا بحال الكوات يعني مطلاسي بحال الكوات 200 درهم العبار. اييه دابا سالينا 200 درهم غندوزو الكوات العاجب. الكوات العاجب عرفتي علاش دوزت ليهم هذا؟ دوزتو ليهم حيت غندوز ليهم الغليظ ديال. بقاو معنا البنات ديروا جيم وسكريم. دابا هذا كنا دوزناهم هادو دوزناه في هذا بحال شكل تيكستور يعني رقيقه 230 230 هانتي بغي باش نشرح لهم هانتي دابا بحال هادي ها هي 230 هادي خفيفه ياك. اييه جبنا حنا اليوم اللي فيها اللواط اللي غليظه. لا اللي فيها اللواط ها هي ها باش نشرح لهم في هادي والفرير ما غندوزهم لهم حتى نوصل 200 8 واحد شتو سهل الزيت. اييه دابا بحال هادي ها هي في هاد الوريضات هنا ياكي الاخرى ها هي فيها الوريضات. ها الوريضات نفس الخدمة دونك غير هذا رقيق وهذا اللي فيه اللواط. وهالفاس الاخر الوردة هو هذا هو هذا والمخدات راه بحال بحال. هذا بغيتي هذا اللي رقيق هكا اللي تيجي على هذا الشكل 230. بغيتي على شكل هكا كوفر اللي تنقولوا قوات هكا باللواط 230 كيبقى لك انت الاختيار. واللون الغليظ نفس الثمن. نفس الثمن دونك اللون اللي في هذا في الرقيق راهم في هذا الغليظ. كاين هذا الغوز هذا ها الغوز فيه حتى هو. ها ايه ياكي. ودابا عاوتاني غندوزو ليهم باللواط. ها هو نفس اللون. ها هو عاوتاني الموف وتا هو ندوزو الغليظ ديالو يعني اللي باللواط. شفتو دابا غيكونوا فهموا البنات ماشي غيكونوا راه فهموا. ها انتم بغيتو هكا غليظ باللواط ها هو 230 درهم. شفتو فيه هذا الفاس هذا وفيه الفاس تاع الورده ها هو. وبغيتيه بالرقيق هكا مطلسي هكا رقيق
راه كيك الصوره. واليوم ان شاء الله العبار، هاد العبار انا دي اختي هذا ديال مترو 80، هذا متر، هذا مترو 60، مترو 80 حتى ل 2 متر، حيت فيهم 2 متر و 70 على 2.5. التكستوره هذه الكبيره فيهم، هذه الموديل الكبير، الماطلات الكبار كنقولوا حتى ل 2 متر غادي تلبسهم ولا تفرشهم. بحال اللي كتكون مترو 60 حيت الماطلات ولاو عاليين فيهم 30، المهم كيجيها مقاد في التفريشه. هي هذا فيه هذا الفاس وفي فاس اخر، يعني ايه هادو 230، هادو كانوا بكثر اختي ناديه 250، اليوم ان شاء الله 230. جا فيهم هذا اللون هذا كيف ما قلنا لكم اليوم حلقه سولد، شوفوا معايا هذا اللون حتى هو رائع، شوفوا اللون الاخر نفس الفاس نفس الفاس. شوفوا معايا هذا الجديد في تيك الصوره 230 بدل 250، وهذا العبار حتى ل 2 متر، يعني متر و 80 متر و 90. وهي غير فاس هنايا ارضيه غوز وهنا ارضيه بيضاء، هذا هو الفرق، حتى هي كتحسب دوبل فاس. كاين هذا الغوز هذا الفوشيه هذا، هذا ديري لي هذا الفاس هكا وديري لي هذا الفاس هكا، هي مورد بالاخضر. هي 250 230 بدل 250، والعبار حتى العبار ديال 2 متر. كاين هذا الشكل هذا، هذه فيها لافاس وفيها هذا الموف، اييه الموف الموف والموف بالاورانج. شوف فيها هذا البيخو، شوف معايا هذا الاخضر رائع، هذا الاخضر هذا شوفوا معايا هذا الخضر زوين. شي دابا هذا الفاس هكا وهذا الفاس هكا في دوبل فاس 230، والعبار حتى ل 2 متر. الجريده كي داير الجريده، هذا في الغوز حتى هو في الخضر حتى هو يكون دوبل فاس، مخدات كبار ديالهم. شدينا واحد المخده اختي ناديه نشوفوا العبار المخده، وكتكون فيها السنسله وكتكون كتكون كبيره هذه، اييه شفتوا العبار ديال المخده وفيها السنسله كبيره وزوينه وفاس هكا مطلسي وفاس التوسيد كيكون هكا سامبل. شتو هذه هي التكستوره الجديد فيها اليوم، وندوزو ما هذا اليوم، اليوم غندوز لكم. عطوني سميتو ديال هذه، شوفوا معايا هذه المانطه، هذه بعدا من الشوفه ديالها كتبان واعره قيمه ما نسيتهاش، من الشده ومن العبار ومن واو. شتيها هذه مانطه غليظه، هي بوراقه الحمام شتيها انت بوريقاتها. هادي العبار ديالها شوفي 2 متر و60 على 2 متر و30 ياكي، والثقل ثقيله ثقيله ميزان الحمامه، هي معروفه الساعه ديال برا الحمامه. شوفوا معايا الموديل، شو هزين انا دي اختي، واو هادي مانطا البنات الجديد في المانطا، بداو يدينا يضرونا ياك. شحال هادي اختي ناديه؟ هادي 550، 550 11000 ريال، ولكن عليهم البنات الحمامه المشي. ولكن مانطا هادي مانطا وما ادراك ما المانطا، اييه شتو كيفاش دايره واعره شي حاجه طوب. نشوفوا اللون اخر هانتي. فيها داكشي الفن 100% قطن، سير 100% قطن. نشوفوا هذا اللون هذا واو كوتون 100%، شوفوا هذا الشكل عاوتاني، المانطا كتحطيها على اللحم كتشعل فيك العافيه، هذه راه تسخنك هذه ماشي تاع. شوف شوفوا معايا هذه فيها جوج ديال اورانج وبوردو، وهنايا زواقه بالبوردو وهنا بالاورانج، وهانتي كيكون الفاس عندهم فاس محفر وفاس سامبل. فاس سامبل شفتوا معايا كيفاش كتجي، يعني تخدمي بها باللي فاس بجوج، هاد الفاس والفاس الاخر، هاد اللون خطير واو. انت راه عندها الهويه ماشي بدون هويه، اييه شوفي شوفي لي كولور شوفي الحمامه، عندهم بابي بان في شومبر، اييه ولا شي شومبر نوار. شوفوا معايا الشكل ديالها رائع، عطيني الفصل وباغيه، هزي ليها تصور لينا الموديل شفتوا، وهنايا كيفاش دايره مانطا رائع الجديد في المانطا البنات، شي حاجه طوب. لا اللي بغات شي كادو ديال تحميق شوف الوجه، شوفوا معايا، ولا اللي باغا تزوج بنيتها الله يسهل عليها، واللي باغا تزوج وليدها وخايفه عليه يجي البرد
فهمتيني تعطيه مانطا مقدم ما عرفتي مقوده مسقده عرفتي اللي داد المانطا اللي داد المانطا خصو يجلسوا في الطابله ديال العروسه نهار يحلوا القاعات ان شاء الله ما يحلوش القاعات راه غادي يديروا فوق الراس داخل هاز محمل هاز كادو معنا مانطا هي غتهز من جهه والراجل من جهه باش يدخلوا الكادو تخيلي انت خصهم هوندا خصو كارو هوندا اليوم ما عندناش كارو اليوم اليوم المانطا اللي باغي يدير كادو يكري كارو ها انتم مزيان وانتي شبن على قلب الكوارو انتي بلادكم عندكم فيها شي كوارو حنا واه شوفي ولات هنا بلاد الكارو عرفتي واحد المره السلطان الكارو الكارو قصبه طويله حلينها من الوسط معلقين فيها 150 درهم 100 درهم 20 درهم 20 درهم 20 درهم ما كانش 200 درهم ديك الساعه لا شادين داك ال 20 درهم وال 100 درهم كاتبين وريقه صغيره فيها السميه وديري لها الفنيته ملصقينها فيها ايوا احسن لك يا اللي جريت عرفتي شنو حل هذيك القصبه قسمه على زوج حط الفلوس نعيمه 20 درهم اللي تولد خصها 20 درهم والله اختي تقاليدنا زوينه والله واخا هكا فلان عطات 50 درهم وفلان عطات 100 درهم وبدا يبرح ومولات 200 درهم لا والعروسه مسكينه بقى كاع ما حطت رجليها في دار الراجل وعقلي ما ترديها الا العروسه غيدير بناقص يقول لها ما يعطيوني ما نعطيهم عقلي ما ترديها الا العروسه صافي هي باقا في دار باي يقول عقلي ما تردي شوفوا معايا هاد اللون هذا العريس وخلينا نشوفوا المنطه مزيان ولاختي فنه فنه عرفتي المنطه طلعت لي النشاط في راسي شوفوا معايا كان فيا الصهد حتى تهدي على وجهي البرد عرفتي لا كليمه البنات ها انتوما كريمه 500 درهم اوف خفتيني اختي ناديه شوفوا معايا الموديل كيفاش داير شفتوا والفاس الاخر حتى هو لون رائع هذا انا نقلبوا على هذا الفاس باش يبان لهم سيري سير حيت كاين اللي ما كيبغيش داك الشيء قلت لك زين خذي راحتك انت يا الفاس الاخر شوف ما تيبانش بانه الدهر ديالها الورده كيمغطى ما تيبانش بانه شوفوا معايا ما تيبانش بانه الفاس ديال لا غير هذه هي هذه محفره حيت محفره وهذه هكا عاديه ساهله هذه عاديه رائعه رائعه هذه في الوان قوس قزح هذه شوفي هذه خشي قلت لكم فاطمه اختي تري شيك بوغوصه هادي هي البنات 550 درهم البنات ديروا لايك ديروا لايك وبارطاج وحنا معكم حتى النهايه ان شاء الله وليداكم ما خلانا ياك انت اختي شوفوا معايا هادي وشوفي الالوان الوان اصليه اصليه انت لوغونج اورونج هادي الزينه اختي نادي عجبوني هاد المانطات هادو شو حاجه جديده كاليتي وشي حاجه ديال تحمير الوجه وها نتوما الفصل الاخر نفس الشيء غير هذاك محفر وهذا هكا سامبل شفتوا غندوز لكم ان شاء الله لواحد الصول ديال البيجامه البيجامه ديال 80 ديال 70 حتى ديال 100 درهم اليوم ان شاء الله 60 درهم بيجامه ب 60 درهم ندير لكم باول موديل المهم البنات هذا الشيء اللي هنا غنوريكم ستوك اللي باقي فيهم يعني واحد الكميه ما نقولوش فيهم ستوك اختي ناديه غتكون فيهم شي 150 170 بياس اي والله يجعل البركه ها انتم البنات شوفوا معايا هادو ديك ليكرا ليكرا شوفوا معايا هادي ب 60 درهم انتو ايلاستيك 60 درهم بالسروال ديالها شوفوا معايا اييه 60 درهم 60 درهم ونشوفوا موديل اخر دابا بحال هذه فيها اللوان فيها دابا كيكونوا جوج ثلاثه دابا بحال هذه ياك انت بلا ما نحتاج نرون باش نجبد ليها ديالها سمعتي انت عاري اللي فيهم اللوان ما خلينا اللي فيهم اللوان يلا هو دابا بحال هذه ياك ها هي البنات كانت 80 درهم اليوم 60 درهم 60 درهم ها هي انتم شفتوا ها هي محلوله موديل اخر هانتي هادي غنحلها لهم باش يشوفوها وندوز لهم الوانها بزاف راه بغينا شويه نديرو لكم البنات فين ما كتكون شي هويته راه كندوزوها لكم ف هانتي هادي دومي فن هادي ب 60 درهم هادي نسكم هادي زوينه ب 60 درهم شفتوا ايه هادي راه كانت 80 درهم دابا ب 60 درهم بالسروال ديالها 100 درهم فاش كانت اييه 100 درهم دابا ب 60 درهم والسروال راه مقبوط من تحت البنات اييه مقبوط راه كيبغيو هذا بزاف اللي كتبغي تنعس بيها باش ما كطلعش ليها ياك دابا بحال هادي في هذا اللون هذا فيها البيج ياك
فيها جوج تلوان. فيها جوج تلوان. أييه هذا الموديل هذا تا هو. هذا فيه ثلاثة ديال فيه هذا تا هو فيه جوج تلوان. فيه الكري خلي لنا هذا نادي أختي. هذه البنات راه كانت 100 درهم. شفتوا هذه تاهي كانت 100 درهم موش. كتجي هابط شتي بحال. أييه والسروال تا هي هكا. ها السريويل ديالها تا هي. تا هي ب 60 درهم. تا هي ب 60 وشوفي السروال هي هاد اللي زوينه في هاد التوب شتيه كيتي. إلاستيك. وماشي غير من هنا أنت شوفي حتى من جهة. حيد ديك ليكراش كيقولوا ليها فيسكوز شتو هذا حتى هو ب 60 درهم كاينين هادي تا هما بحال دابا هادي بقى فيها غير هاد اللون كاين شي وحده محلوله اختي نادين لا هادي فيها شي ثلاثه ديال السياسات وكلهم في هاد اللون لا ما بقاتش ما بقاتش ها انتم البنات 60 درهم هاد البيجامه ب 60 درهم ويله واعره هادي الال السروال ديالها سامبل هكا شتو 60 درهم فيهم لي طاي والسروال دابا بحال هادي ال هادي غيكونوا فيها لي طاي حيت ما بقاش بقى فيها غير لون واحد ياك كاينه هادي حتى هي فيها شي حاجه زوينه شتي انت 60 درهم السروال ديالها حتى هي بالبواني من التحت شتي 60 درهم كاين لكم البنات بزاف حيت انت كاين بزاف كاين بزاف ولينا كنديروا لكم واش هادو سولديتو فيديوهات كلشي كلشي هادشي مسولدي هاد البنات هادو اللي كنا دوزنا بالشورت ب 80 درهم هادو زوينين هادو د التحت الكيل ديرهم سوميج دنوي ود القطن هادو البنات مبردين انا خديت منهم هادو شفتوا واليوم ب 60 درهم هادو ب 60 بدل 80 درهم عندها السدار اللي عندها كيجيو بلاستيك وكيكون فيهم حتى الزياد لا هادو ما فيهمش شتي البنات هادو ب 60 درهم بدل 80 درهم وفيهم اللوان فيهم هاد اللون فيهم الزرق حتى هو كاينين هادو حتى هما بسميطات بيجامه بسميطات بالشورت ديالها هي ب 60 درهم شتو 60 درهم 60 درهم كاين بزاف د الموديل دابا هاد اللي دوزنا البورد وهاد الكري ديالو كاينين هادو هما 80 درهم شتي كاع السلعه اللي كانت ب 80 كانت راه كاينه هنايا غتلقى السلعه تاع اللي مكتوبه فيها 100 درهم هانت هادي كلها 80 درهم شوفي كي دايره راقية بزاف السلعة هادي شوفي ها ميكي هادي هاهي حليناها هاهي هاهي اختي نادية حليها ليهم شتو تا هي ب 60 درهم هادي راه ديالها قطن البنات شتي كاين بزاف كاين هاد المحل اختي نادية هذا تا هو ب 60 درهم تا هي واعرة هادي شتي تا هي شتو كي دايرة هادي ب 60 درهم هادي بيجامة كلاس كيقولوا أنا بيجامة نقية بيجامة نقية بيجامة كتلبسيها بيجامة نقية ماشي ديال تكرفيس ديال الكوزينة هادي تكملي شقاك وتجلسي وتلبسيها شوفوا راه كاين بزاف بزاف د الموديلات بزاف انت وريتكم انا غير شي حاجة جيو لهنا هادي كلها هاهي هاهي شوفي شحال ها جي لهنا واختاري وتعزلي عزلي مع راسك هادو بحال شكل دي باردور هادو هادو دي باردور بالكونتاكو ديالو درهم البنات هانتوما هذوك اللي كنا دوزنا قبيله في الاخر هذوك اللي عندها السروال النمر هاي 80 درهم هو اكس لارج شوفي هادي تاهي هادي تاهي زوينه هادي يعني هادو بقات هاد الكميه وتسولدات اه وتسولدات قلت اختي نادية بغيت نحيد هادشي باش نجيبو الجديد ان شاء الله غنبداو ندخلو دابا ان شاء الله ان شاء الله دائما شهر 8 معروف بالسولد كله 60 درهم كاينه البيجامه كاينه القندوره كاينه بحال هادو راه انت راه كانوا 120 درهم وهبطناهم ل 100 درهم ديال هادو القنيضيرات ايوه غير في العيد دوزناهم ب 120 غير في العيد دوزناهم دابا 100 درهم عوض 120 كاين بزاف د لي موديل السلعه موجوده الحمد لله شتو هادشي كامل تا هو كاينين ما نطولوش عليهم الفيديو عاوتاني منين نديرو لهم فيديو راه حنا ان شاء الله ومنين تجيو مازال راه غادي تبقشش لكم هنا وتعطيكم شتو اه بحال واحد السيده البارح جات والله الا قلق ما لقاش مسكينه تما القياس ديالها وجبت هذا الثروه قياس 180 ها هي 180 درهم هانتوما كاين بزاف د الموديل من غير هادو ديال شتو 120 درهم كاينين القنيضيرات المهم جيو نتوما واستغلوا هاد السولد هذا اجي تشوفوا بعد العاصفه البنات بعد العاصفه شوفوا البنات شوفوا بعد العاصفه اه راح يتعدى غير حنايا هدى كونجي محمد تا هو ومحمد تا هو ما كاينش ف
فهمتيني راه ما خدامش دابا ما عرفناش اش من وقت شتو دابا غيزلان بوحده اللي خدامه كطوي اللي بغات شي حاجه اتصل بينا حنا راه النمره ديالي غنحطها لكم غادي نحط لكم هذه المره ناديه وغيزلان واختي فاطمه اختي فاطمه الارسال يعني لا ليفريزون غيزلان كنحط لكم الرقم ديالها خاص للبيجاما ولكن دابا خاص لكل شيء اللي بغى لا دابا حنا خاص لكل شيء ماشي مشكل ودابا غنحط لكم الرقم بنادي غنحطو لكم حتى هو ان شاء الله ماشي مشكل في الشاشه 100000 مرحبا راه حنا غنجمعوا لهم ان شاء الله السلعه ديالهم والمسائل ديالهم كيف ما ديما راه ما كيعرفوا كل شيء ولهلي حشمنا معكم البنات لهلي حشمنا معكم كملنا الجوله اليوم جوله خفيفه ظريفه والله نكونوا خفاف على قلوبكم وديروا شي مبارطاج البنات باش ديما تزيدوا تدعمونا في الفيديوهات الجايين ان شاء الله والله الجاي احسن وحنا ديما معكم خليكم معنا باي باي سلامه اختي غزاله عرفتي انا نهنيك من هذه